أنا قلت مستحيل إنها تخرج من هنا غير لما تسأل سيادتك. كانت لسه هتسألني وما كملتش. يعني سيادتك توهت الكلام؟ هي اللي بقت تايهة. خبطت ابنها شوشت دماغها. ما بقتش عارفة إذا كان اللي شافته ده وهم ولا حقيقة. طب ما هو ممكن سعادتك تكون فوقتها من الخبطة وترجع تفتكر تاني. بالعكس يا غبي. هو ده الحل الوحيد. حل ازاي يا باشا؟ قوت لازم تفضل غرقانة في خدماتي وجمايلي عشان تسكت وما تسألش. لما تلاقي طاقة القدر فتحت لها في البيت ده مستحيل هتخسره وتقول انها شافت فيه واحد ميت، وإلا ساعتها بيبدأ حيتقفل في وشها للأبد. صح يا باشا، مظبوط. ولادها كمان، ولاد قوت هم أقصر طريق يفرح قلبها ويلجم لسانها ويخليها تنسى الماضي وتدوس عليه.